ومورد من تعطش للهداية. اقرأ من قول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اقرأ من قول الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اقرأ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا تتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله فيك. بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يما. بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يما من المطايا. كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهداية. ሕክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር መንከራተት ታሪክ ሆነ። አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል
የካበተ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች፣ የጨጓራ፣ አንጀትና ጉበት፣ የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ፣ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና፣ የአጥንት፣ የኩላሊት እጥበት፣ ዳያሊሲስ፣ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ፣ የህፃናት ህክምና፣ የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና፣ ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር፣ የድንገተኛ፣ የነርቭ፣ የካንሰር ህክምና፣ እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው። የተቀላጠፈ አገልግሎት፣ እንክብካቤ፣ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የላቦራቶሪ የሲቲ ስካን፣ የፎርዲ አልትራሳውንድ፣ የዲጂታል ኤክስሬይ፣ የኢኮካርዲዮግራፊ፣ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን። ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ማየት ማመን ነው። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ። ጤናን እናስቀድማለን። አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ፣ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መጥተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባቦች፣ እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅ ቅናሽ እናደርጋለን። አድራሻችን ጀመሁለት ሰይድ ያሲን ህንፃ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988576782 ላይ ይደውሉ። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። يا حبيبي فعلى الدنيا سلامي الوحيدين إشراق البرايا ويطوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد